شاطئ ماليبو. هيا هيا. أشعر بأنني كنت أستلقي على هذا الكرسي لوقت طويل. متى سنخرج في مهمة الآن؟ استرخي كلوفر، شاهدي هذه الدلافين اللطيفة جدا بدل ذلك. نعم أليكس، فهمنا إنه الشاطئ، توجد أسماك عملاقة. بالمبدأ ليست أسماكا، إنها. لماذا لا يتصل جيري بنا؟ أو لا، ترى هل فقدنا لمستنا؟ مستحيل، نحن بارعات. كالعادة. يجب أن نحافظ على المنعطف. ما كان هذا؟ علينا أن نعود إلى لياقة الجاسوسات. أليكس انتبهي. تنحيني جانبا أيتها الفاشلات. أنا لا أصدق، لماذا تجلسن في مساحتي؟ أريد أن أسترخي يا فتيات. الشاطئ ليس مساحتك ماندي، وهذا كرسي. أيا يكن، لقد سجلني والدي في هذه الدورة التقنية الرقمية الصيفية المملة. في الواقع إنها تجر عقلي حرفيا، وسلوكها أيضا. بأي حال، اليوم هو يوم تدليل ماندي على الشاطئ، وأنتن أيتها الحلزونات تحجبن الشمس. كم هذا سخيف حقا. حسنا، من بعد إذنكن. جوز الهند وخليط من عطور الأزهار. مهلا، أعرف هذه الرائحة. أريد أن أنسى أن هذه المهمة المريعة حدثت بالكامل. عليك أن تزيلها على الفور. أسرع قبل أن تغير رأيها، استخدم أداة إعادة البرمجة. فرانكن باندا. سقوط غير مريح. أوبس، ولكن أين الأريكة؟ أوه، ورق مقوى، كم هذا أنيق وبيئي. لكن أين جير؟ ولماذا المكتب فارغ؟ أوه لا، هل يمكن أن جير قد طرد؟ علمت أنه ثمة خطب ما. هذا لأنني غيرت تسريحة شعري. أعلم أن هذا يعني الكثير للجميع. لا يا جاسوسات، لم أطرد. تأخرت وحسب. أليكس، سام، كلوفر، لقد سررت برؤيتكن أيضا. قطع نفسي. جيري، ألديك مهمة لنا؟ كنا نتدرب طيلة الصيف. طبعا لدي كلوفر، آمل أنكن مستعدات. مستعدات دوما. ترك الطاقم السفينة حين هاجم كركند قرصان طائر وسرق صناديق الدلاء وأدوات المطبخ. إذن ستكون نزهة على الرمال؟ للأسف يا أليكس، بل شيء أكثر شراً. نظن أنه يسعى وراء بطارية شوارد الليثيوم ميجا 4000. ماذا؟ بطارية كهذه ستضيء نيويورك أو تدمرها. أصبت سام، الأمر محير. يجب أن نصل إلى تلك البطارية أولاً. لنجهز أنفسنا ونخرج من هنا. هذا ما أفكر فيه، وها هي أدواتكن. السوار الذري الرقمي المعروف بالداب. لا تؤدي الرقصة جير، لا تؤديها. المحترمون لا يستسلمون لصيحة رقص عابرة. تالياً، قلم الحواجب المتفجر الرائع جداً ذو مقاومة الماء العالية. أخيراً، من مستعدة لقلادة آيس لامبر؟ نعم، لوحنا بهذه القلادة أمام خصمكن وستغرقنه في نوم عميق. ليس أنا، كنت أرتاح وحسب. بأي حال، إنها أدوات رائعة، لكن ما كل هذه الصناديق؟ تنظيف الربيع في ووب؟ بالتوفيق في سنغافورة، طبعاً ستسيطرنا على الوضع. ميناء سنغافورة، 12:36 ظهراً. ربما نحن نحتاج إلى بعض التدريب. ولكن ما هذا الشيء الذي نراه؟ جدياً، هذا لا يبدو رائعاً.
ساقة الكركند إضافة رائعة. كلوفر! حان وقت التجميل. أولا! أفلتها! مهلا! لا 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 تفلتها! أعدها الآن! أعدها بلطف. أليكس! هذا ليس وقتا للنوم أثناء العمل! ماذا؟ هذا ليس جيدا. لا. النجدة. توقف عن التعلق بي. سيء جدا، لقد خسرنا كل أدواتنا. والآن نحن عالقات في سنغافورة مع هذه الكماشة المزعجة. أسوأ بداية لمهمة على الإطلاق. سيكون جير مستاء جدا. ربما نسينا كيف نكون جاسوسات. سيتم طردنا بالتأكيد، وسيستخدم الشرير تلك البطارية لتدمير العالم. توجب علينا البقاء في ماليبو مع ماندي. أفضل كماشة الكركندي وبطارية هاربة على ماندي. كيف يسير الأمر؟ جيد جدا حقا، إنه جيد جدا جير. لقد أخفقنا بشدة. سأرسل لكنا إحداثيات صندوق إنقاذ ووب هنا في سنغافورة لتحصلنا على الأدوات. نحن جاسوسات سيئات. رائع! لم أقصد هذا، بل هذا الرائع. لبن مثلج. لذيذ. مهلا، لماذا قطعتي أصغر من قطعتك؟ هذا ليس عادلا. قطعتي صغيرة جدا. رائع، حصلنا على إحداثية الإنقاذ. كم جير رائع. حقا زقاق مخيف جدا. يا له من تحديث، سحبنا إلى سيارة طائرة. أترى إحداكما ذلك الجدار؟ الذي نوشك على الاصطدام به؟ أهلاً في عالم ووب. واو! ماذا لو أريكن قصة ووب؟ إنها تبدأ وتنتهي هنا، اتبعنني. يبدو أننا لم نطرد بعد. الجاسوسات. واو! على يميني قبة تدريب الجواسيس. رائع! ثم جسر الجواسيس. واو! ثم المكان المفضل لدي، مخبز سوفت سبايز. إن هذا مذهل جداً. رائحة خبز كوم باودر بالقرفة الجميلة. والآن مختبر توبي الرائع. ما هو مختبر توبي الرائع؟ حسناً، أنا توبي وهذا مختبري، وأظن أنه رائع جداً. اضرب كفك إذن. واو، رائع، كان ذلك قويا. إن أردتها خفيفة فلا تصطدمي بذراعي الآلية. يا لا، روعة، عليك أن تخبرني بكل شيء عنها. أي بي أو أس تستخدم؟ نظام التشغيل الآلي. إنها تركيبة هندستها بنفسي طبعا، انظرنا إلى هذا. أهلا يا جاسوسات. واو.
سمعت أنكن رميتن كل أدواتكن في المحيط. آسف، ذكائي الاصطناعي لا يتحلى بالصبر. رميتنها في المحيط؟ نسامحه على ذلك لأنه مرحباً، انظروا إلى هذه الأظافر، إنها آلية وتواكب الموضة، سنصبح صديقين بسرعة. هذه مجرد البداية. قفازات بيكسل مدعمة بنظام تحديد المواقع لجميع حاجاتكن الرقمية، وهي مربوطة بصديقاتكن الطيارات الحديثة. درونز! هذا ظريف جدا! مرحبا يا درون! حسنا! نعم! الأدوات الجديدة، أقدم لكن رغوة الشعر الأنيقة جداً، وتيجان البوب الكورية المرتدة، ومنجنيق الوشاح عالي المرونة. رائع المرونة! شكراً توبي. تتبعت الدرون بفضل الكماشة التي أحضرتها معك كلوفو. إذن لنجهز عربة. ممتاز! أيمكننا استعارة السيارة التي كادت تصطدم بذلك الجدار مجدداً؟ آسف، الووب إي جزء من برنامج مشاركة الركوب، لكن لدينا خيارات أخرى. حمل أعمال عربات زائد. تراجعا، فالمديرة قد وصلت. انطلقنا يا جاسوسات، الدرون المتوحشة لن تتوقف وحدها. رائع. سأختار دراجة نارية بالتأكيد. أريد أن أعرف ما يجري هناك، لكنني أيضاً لا أريد أن أعرف. مهلاً، ليس علينا الدخول إلى أي مكان. يا درون، تحققي من المكان. ربما هي معطلة. لا، واضح أنها ليست معطلة، بل تتسلى وحسب. هيا يا درون، رجاءً اذهبي وتحققي. رائع، المزيد من الدرونز. حسناً، حسناً، أنت لطيفة جداً. واو، ولكن كيف تقود بنفسها؟ ليست كذلك، الدرون المتوحشة تقودها. لا يمكننا الإخفاق مجدداً، علينا أن نوقف تلك الشاحنة. مرحباً سيد بالكماشات. ولكن من أنتن لتعبثن مع كابتن باندا؟ لا أحد يقف في طريقي لتحقيق منتج نهائي. أظن أنه كان متشبثاً بك حقاً. الأفضل أن يكون هذا دليلاً لإيجاد البطارية، مستقبل هذه المدينة يعتمد على ذلك. وسائد ولحافات طرية؟ هل سيرسل شرير سنغافورة بأكملها إلى مهرجان نوم كبير؟ بل أشبه بإذابة سنغافورة بالكامل. صديقتي، أنا أحب الباندا عادة، لكن ما هو ذلك؟ الجاسوسات. الآن نعرف إلى أين كانت تذهب الوسائد واللحافة الطرية. إنه أضخم آلي باندا خدمات على الإطلاق. إنه مثل فرانكنشتاين للباندا. أنا لا أصدق، إنه بالفعل فرانكن باندا. كلوفر، توقفي عن إزعاج الوحوش. إنه لا يطاردنا، بل يسعى وراء شيء آخر. لقد حان وقت ردي البال. ماذا؟ يبدو هذا مرعبا جدا. قطع كبيرة للجميع. لا لا لا، هاي، إن أرى
أردت تقديم الحلوى في الهواء. أفضل أن أصبح مضيف طيران. لا مزيد من الخدمات البخيلة. صديقتي، انظرا، فرانكن باندا يقدم اللبن المثلج للجميع. واو، الآن هذه حصة تناسب سامي. صديقتي ركزا، علينا إيقاف منح الحلوى الملتحف السائر. لو أحد يثبت آلي الباندا الجميل. بطارية الليثيوم، إذن هذا ما يشغل فرانكن باندا. ولا بد من أن مركز التحكم في الرأس، علينا الذهاب إليه وتعطيله. لا أريد المزيد، شكرا. عطل اللبن المثلج طاقتنا. عليكما استخدام ذكائكما. صديقتي، من شنيق الوشاح؟ انطلاق. أمسكت بك الآن أيتها الشريرة. طفلة ظريفة؟ نادني بكابتن باندا. أردت أن يحصل الجميع على حصة عادلة من اللبن المثلج. أنا أفهم ذلك. حصلت على قطعة صغيرة أيضا. تجمد رأسي، خرج عن السيطرة. فرانكن باندا، هيا بنا. أنا أسحب كلامي، لن أتذمر أبدا على كرسي التشمس مجددا. لدي خبر سيء وخبر جيد. الجيد، لم يذهب فرانكن باندا إلى الماء، والسيء أنه على وشك القضاء على كلوفر. افعلي شيئاً. أنتن سببتن هذا، لكن يوجد نظام تجاوز، لا يمكنني الوصول إليه بمفردي. لحسن الحظ لست بمفردك، لديك مساعدة قبطان. واو، هاي انظر إلى هذا، تجدني الموضة حتى حين يطاردني باندا آلي عملاق. كل شيء بخير؟ أحسنتن يا جاسوسات. مهايا، أمي، مهايا. ستكون ابنتكما على قائمة العباقرة الصغار الذين نتطلع إليهم. نعم، بعد أن تمضي ساعات كثيرة في تنظيف المدينة. لكن ما الذي سيحدث للأمير باندا؟ لا تقلقي، سنعتني به في مختبري الرائع. لم ينتهي الأمر يا جاسوسات، تريد المديرة لقاءكن. ووب، 15:10 مساء. مزعج، أشعر بأننا في مكتب الناظر، ليس وكأنني أعرف كيف هو شعور ذلك. مسرورة برؤية أنك تأخذ تقاعدك على محمل الجد. ماذا؟ لن تفعلي ذلك، ما زال لديه الكثير ليقدمه. يا جاسوسات، لا تقلقن، لا أعمل الآن لكن لم أتنح. سوف أراكن دائما في عالم ووب، إنما بصفة استشارية. سأترك الأمر لابنتي كي تفسر ذلك. ابنته؟ ماذا؟ كيف؟ لن أكون جاسوساً بارعاً، إن علمتن كل شيء عني، أليس كذلك؟ أنت ابنة جيري؟ نعم، هذه أنا، زيرلينا. نريد أن نقدم لكن مكاناً في برنامج تدريب نخبة الجواسيس في ووب.
وماذا عن جامعة مالي؟ يمكنكن الانتقال إلى أكاديمية آيا، ليست بعيدة عن حي التسوق الرائع في سنغافورة. وستحصلن على شقة جديدة فوق أروع مقهى شاي فقاعات في المدينة. مقهى سباي بابل السابعة مساء. إذن هكذا انتهى بنا الأمر في سنغافورة. كلوفر، هذا سري، احذفي هذا الفيديو بسرعة. مرحبا، أنا قد سنغافورة بتصوير كلوفر، سأبقيكم على شاي فقاعات بالخزامة والليتشي. أقصد مرحبا، أنا جليتر ستار، وأهلا بكنا في مقهى سباي بابل. أحب المكان بالفعل. كم هذا لذيذ. قصر جاري العاشر ليلا اليوم الحالي. مرحبا جير، هذه أنا ماندي، لم أرك منذ وقت طويل، كيف حالك؟ لكن من؟ لا أعرف أحدا باسم ماندي. بلى تعرف، كنت مديري، كنت جاسوسة، وكنت أفضل من هؤلاء الفاشلات بكثير، ثم تخليت عني ومسحت ذاكرتي. مسحت ماذا؟ أنا لا أعرف ما الذي تتحدثين عنه. بلى أنت تعرف. بأي حال استعدت ذاكرتي بفضل الواقي الشمسي برائحة جوز الهند والأزهار. إنه بالأقحوان. أوبس. لا يهم، أريد أن أكون جاسوسة مجددا، والآن أي شيء لأتجنب الذهاب إلى المخيم الصيفي المضجر. جيري؟ جيري؟